استقبل الدكتور تامر تامر اخصائي جراحه عصبيه. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم بمصر. يسعد صباحك دكتور. يعني اليوم موضوعنا عن الزهايمر، الله يبعده عنا وعنك وعن كل اللي عم يسمعونا ان شاء الله. باذن الله. خلينا نحكي اول شيء عن مصطلح اضطراب الزهايمر، شو هو؟ هي مرض الزهايمر هو مرض اكتشفه العالم الالماني اليوت الزهايمر بال 1906 وحط تعريفه وتشخيصه. هو مرض بيصيب النسيج الدماغي، بيؤدي الى ضمور بالدماغ بسبب تراكم بروتين سام بيسمى الاميلويد، ويؤدي بعد الزمن الى فقدان وظيفتين على الاقل من وظائف الدماغ. الوظيفه الدائمه الثابته في معظم الحالات هي وظيفه الذاكره القريبه، الذاكره القريبه وهي شغله كثير مهمه، مع وظائف اخرى قد تكون التركيز، قد تكون عدم القدره على حل المشاكل، وبالتدريج ببلش الدماغ مع تقدم العمر يفقد وظائفه تدريجيا واحده تلو الاخرى. أكيد دكتور. خلينا نحكي عن أسباب حدوث الاضطراب العصبي ونحكي بأي عمر ممكن يبلش. هلا الحقيقة معظم الحالات بلش بعد الستين، تزداد نسبة الإصابة مع التقدم بالعمر بشكل كبير لدرجة بتوصل ل 40% من الناس اللي بيتجاوزوا عمر ال 85، يعني كل 5 سنين تقريبا بيزيد 10%. يعني سنوات متقدمة من العمر. طبعا هلا نحن بتبلش معظم الحالات بعد الستين، بس بتزيد لنسبة 40% من اللي عمرهم فوق ال 85 في السنة، نسبة كتير قليلة تحت الستين اللي بتبلش بالأربعينات والخمسينات، وهي نسبة مرتبطة بأمراض وراثية الحقيقة. طبعا أول شيء بيظهر عند المريض هو فقدان الذاكرة القريبة، وهي هون كتير الموضوع بيكون مخاتل إنه نكتشفه بشكل واضح، إنه هل هو فقدان ذاكرة بسبب إنه عمره عم يكبر ولا خرف ولا لا ما إنه خرف، ولا هو زهايمر فعلا الزهايمر كتشخيص مرض او لا. نعم. طب الدلالات على ظهوره، يعني انت ذكرت يمكن الذاكره القريبه، لكن هل من دلالات ثانيه ممكن تدل الاهل على ظهور اعراض على حدا بخصهم مثلا، دلالات معينه؟ هلا الحقيقه ليك نحن عم نحكي تختلف من واحد لواحد؟ طبعا نحن عم نحكي على المراحل المبكره، وهي كثير مهم هون انه نشخصها لانه كثير بتساعدنا انه ناخر تطور المرض. يعني كثير بيجينا ناس على عياداتنا انه يعني شاكين انه والله يا دكتور هذا الانسان بلش يتغير. شو يعني يتغير؟ اول شيء ببلش يفقد الذاكره القريبه، فبتجي تفحص المريض بتقولي لهم يمكن هذا عنده بدايه الزهايمر، لا بيقولوا لك لا هذا ذاكرته حديد، بتذكر والله بال 75 صار معه كذا وما عم ينسى ولا واحد مننا. لا هو ما بيهمني انا شو تذكر بالسبعينات ولا بالثمانينات، بيهمني شو اكل امبارح، شو اكل اولت امبارح، شو عمل اليوم الصبح، هذا اللي بيهمنا الذاكره القريبه. ببلش يفقد الذاكره القريبه، وهون بدنا نميز كم شغله. يعني بكثير من الناس انه والله انا بنسى وين حطيت مفاتيحي، انا بنسى شو اكلت امبارح، انا بنسى وين حطيت نظاره. حتى نحن بهالعمر دكتور بننسى مثلا، حتى احيانا الواحد بده يحكي شيء بيقول خلص انا نسيت شو بدي احكي بالموضوع، او بتفتحي البراد بتنسي شو كنتي جاي تاخذي. هي كثير شغله شائعه، هي ما لها علاقه بفقدان الذاكره اللي عم نحكيه هلا. فقدان الذاكره ببلش عند المريض انه اول شيء ببلش ينسى هو حكى هذا الموضوع ولا لا. يعني هو قاعد معك حكى الموضوع، بعد نص ساعة بيرجع بينسى انه هو حكى هالموضوع ولا لا. ببلش ينسى وين تنحط الاغراض، يعني شيء المبادئ الأساسية. يعني احنا بنحط الأكل بالبراد، اللبس بالخزانة، ببلش ينسى هو وين نحن عم نحطهم. هذا بسموه اضطراب المكاني بالذاكرة. هلا أحيانا بينسى بالحالات الأشد ببلش ينسى الزمان، إنه أنا فقت الصبح ولا الظهر ولا المساء. هي شغلات ما بننساها نحن، انه انا اليوم فقت بكير ولا انا اليوم فقت متاخر، هو ما بيعود بتذكرها. شوي شوي بيصير عنده بطء بتنفيذ المهمات. يعني مثلا انت متعوده تقومي تعملي القهوه خلال 5 دقائق، الماما بتعملها ب5 دقائق، ببلش المرافقين المريض يقول لي عم تطول شي نص ساعه وهي بتعمل القهوه، بتتفرج عليها بتغلي بترجع فبتبلش يصير في بطء بتنفيذ المهمات. بعدها نحن بنبلش ندخل بالمرحله الثانيه، المرحله الثانيه اللي بيصير بقى فيها فقدان ذاكره اشد، اختلاط الزماني والمكاني اكثر. كثير بنسمع انه والله طلع من البيت ضل شي 6 ساعات ما عرف يرجع،
فالصبح والله انا نازل على الشغل، يا بابا انت متقاعد من 10 سنين وين حتى نازل دكتور على حكينا تشتغل؟ انه حتى نظرته لاولاده ولعائلته، حتى مشاعره كمان بتختلف بالمرحله الثانيه كمان. طبعا هون بهي المرحله في شغله كثير مهمه، طبعا هي كثير مزعجه للمرافقين المريض او للي بنسميهم نحن رعاه مريض الزهايمر اللي هن اولاده او اهله، او بيصير انه المريض ممكن يتذكر الشخص بس بينسى مشاعره تجاهه، تمام. وتلاقي نظرته خالية من المشاعر، يعني بتطلع ببنته أو بابنه هو عرفان إنه ابنه أو بنته بس، ولكن بدون ما يعطي أي مشاعر، فببلش نحن نسميه هون اللامبالاة، تلاقي هو غير مبالي، ببلش ما يقوم بوظائفه الحياتية بالرغم إنه ممكن يقوم فيها أو بتذكرها، يعني بصير بده مساعدة على اللبس، على الأم، على الحكي. المرحلة الثالثة هي الحقيقة المرحلة الانتهائية، هون المريض بيفقد قدرته على القيام بوظائفه، يعني ممكن حتى ينسى كيف بياكل، ينسى كيف بيبلع، قيام بالواجبات اليومية والنظافة اليومية، وهي المرحلة النهائية لأنه عادة بتترافق مع أنه نسي يبلع فدخل الأكل على الرئتين، صار التهاب رئة، وهي الأسباب الأشياء على الوفاة في حالة الزهايمر. نعم دكتور، خلينا نحكي، هل هو متعلق الزهايمر انه كمرض وراثي؟ يعني اذا كان حدا بالعائله عنده هالمرض في احتماليه احد من افراد عائلته ينصاب؟ طبعا وخلينا نحكي عن طرق العلاج يعني بكل مرحله. حقيقة هو مرض وراثي له علاقة بالوراثة ولكن ليس مرض وراثي بمعنى الوراثة المباشرة. إذا كان في حدا من الأهل مصاب بالزهايمر فنسبة أنه يظهر عنا الزهايمر أكبر، إن نحن فوق 80-40% من الناس رح تنصاب بالزهايمر و60 لا. فإذا كان عنا حدا مصاب بالزهايمر خاصة أقرباء الدرجة الأولى فنحن غالبا رح نكون بال40% مو بال60%. تمام. طبعا ما أنا وراثة مباشرة، العوامل البنيوية بتلعب دور بعدين، إذا كان المريض عنده ضغط، سكر، مدخن، حياته من بدين، حياته من النمط اللي ما فيها رياضة، هذا النسب ترتفع عنده. هلأ العلاج حقيقة هي شغلة نقطة كتير مهمة، لا يوجد حتى الآن أي علاج لمرض الزهايمر علاج نهائي، كل العلاجات المتبعة بتتبع أنه نحن بدنا نحاول نأخر من تطور المرض، يعني عوض ما تكون الفترة الأولى هي من سنة، من 6 شهور لسنة لسنتين، نحن نحاول نمدها لـ4-5 سنين، عوض ما تكون الفترة الثانية من 6 شهور لسنة نحاول نمدها لـ3 سنين، أما نحن إنه نوقف المرض أو نحسن أعراض المريض فهذا يعني للأسف غير موجود. أكيد. طبعا العلاج هون لا، نحن بنعتمد في كل مرحلة على علاج شكل، أول شيء العلاج اللي ببطئ هي بتعتمد بمعظمها على أدوية بتشتغل على الأستيلكولوين أو أنه مغذيات الدماغ ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى ضبط الأمراض الثانية، وطبعا معالجة الأعراض المرافقة، لأنه قلنا نحن المريض ببلش يصير عنده هياج، اضطراب بالنوم، اضطراب بالزمان، لا بيعرف صبح من نهار، ممكن يعذب كثير أهله، الموضوع بيصير فيه بدنا نعالج الاضطرابات النفسية اللي بترافقه بأدوية مساعدة، وهون بيكون العلاج الطبي كثير مهم. صحيح. تمام دكتور، مثل ما حكينا انه الزهايمر هو مراحل، 3 مراحل، ومثل ما حكيت ممكن نسيطر عليه بشكل بسيط كثير انه ناخر انه المريض يصير بالمرحله الثانيه او الثالثه. دكتور طيب كيف ممكن نتعامل نحن مع المريض؟ مثل ما حكيت انه حينسى، حتى يفقد المشاعر مع عائلته وكثير من الاشياء الثانيه، خلينا نحكي كيف ممكن بالعائله الموجود فيها مريض زهايمر يتعاملوا معه بطريقه صح وخلوه يعني هيك كمان يعيش بسعاده كمان. الحقيقة لك رعاة الزهايمر بدهم مثل ما بيقولوا برنامج خاص لتعليمه. تمام. كتير صعب، كتير صعب على أي إنسان إنه يشوف حدا غالي على قلبه كتير، وخاصة بما يمثله لقيمته نحن بمجتمعنا الشرقي كأب له قيمة، له نحن بننظر له بطريقة معينة، أنت مضطرة تساعديه ليلبس، ليقوم على الحمام، لتسنديه بالدوش، لحتى الطعميه ما بياكل، وبالإضافة لأنه فيها ضغط نفسي لأنه المريض عم ينسى، يعني بجوز طعميه هلا بعد نص ساعة يقول لك ما بطعميني ويحكي بهدلة طويلة عريضة، فهي صدمة نفسية. أنا بدي أقول لك صعب كثير نوجه رعاة الزهايمر أو اللي عم يقعدوا ويرعوا مريض الزهايمر بهالعجالة من الوقت مثل ما بيقولوا.
بس أنا عندي نصيحة. أول شيء ممنوع يكون واحد شخص لحاله هو اللي عم يرعى مريض الزهايمر، لأنه كتير رح يكون يدخل بحالات اكتئاب ويصير عليه ضغط وتوتر نفسي وقلق. مفروض يكون دائما عنده 6 ساعات راحة كل يوم. 2، عم نحكي على راعي الزهايمر تمام أو اللي عايش مع مريض الزهايمر. 2، بده يتدرب ببرنامج خاص إنه كيف يتعامل مع هذا المريض، لأنه المريض هذا رجع كطفل. إيمت أكيد ننام؟ لأنه المريض لازم ينام بكير، ما لازم نأخره، ينام مع غروب الشمس ويفيق معه مثل أي طفل بعمر السنة ونص سنتين. نبعده عن أكل معين، نبعده عن وضعيات معينة أو حياة معينة، نقفل الأبواب، نحط بلاستيك مشان الناس تعرف إذا طلع هو بدون معرفتي يرجع على البيت. كتير التعليمات مهمة بس بتسهل كتير من حياة اللي عم يرعى مريض الزهايمر. نعم دكتور، يعني خلال حديثك أشرت أنه ممكن يزداد عدد الإصابات بالزهايمر، وكمان شفنا بالتقرير حول الإحصائية ممكن يرتفع من 35 شخص مثلا ل 100 شخص بين أكثر، يعني الرقم الصحيح ما بعرف شو هو. هلأ ليش زاد الزهايمر برأيك؟ هل طرق تغذية خاطئة أو يمكن ظروف حياتية قاسية عم يعيشها الواحد عم تأثر على عمل الدماغ؟ هي الأبحاث أشارت لثلاث أسباب مهمة، والسبب الأهم أنه نحن عم يبلش يزداد معدل الأعمار عند البشرية في المجتمعات. يعني إحنا معدل الأعمار بالخمسينات كان الرجل متوقع له يعيش من 55 لل 60 بمعظم العالم، طبعا ما عم أحكي على بلد معين، هلأ ارتفع لل 70. نفس الشيء النساء. فنحن مثل ما قلنا أهم سبب لظهور الزهايمر هو تقدم العمر، فطالما المجتمعات عم يصير فيها تقدم بالعمر فنسب الإصابة رح تزداد أكثر. ثاني شيء استخدام الألمنيوم بكثير من الحالات، تعرفي ورق السلوفان الملف فيه الطبق الأكل ومنحطه، أحيانا مثلا الأواني اللي بنطبخ فيها فيها ألمنيوم، تراكم الألمنيوم متهم. الشيء الثالث اللي هو كمان كتير شائع انه نحن ما عدنا نستخدم الدماغ بالتذكر بشغلات كتيرة. ما حدا مننا عم يحفظ ارقام، كلياتنا معتمدين على الموبايلات ولا انه مسجلة الارقام بالذاكرة تبعها. ما حدا مننا عم يقرأ ويحاول يتذكر، لا كلياتنا بنقرأ الموضوع، مجتمع استهلاكي، بنقرأ الموضوع وبننسى بعد يومين بتغير لغير اهتمام غير شيء. تدريب الدماغ مثل اي عضو في الجسم، اذا ما جربنا ما 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 مباشرة ما حافظ على لياقته. نعم. وهذا من أحد الأسباب المتهمة إنه عم بتزيد نسب الزهايمر عند الإنسان. أكيد دكتور، شكرا لمعلوماتك القيمة وشكرا لوجودك معنا، ونشوفك أكيد بحلقات قادمة بإذن الله. شكرا لك دكتور، أنا بدي أوجه التحية لك ولكل كادر الأسد الجامعي على جهودكم المبذولة كمان بجائحة كورونا. يعطيكم ألف عافية والله يحميكم. الله يسلمك.